أنا هبة حافظ، مدير الاتصالات في صندوق تحيا مصر، ومسؤولة عن برنامج التوعية عن فيروس سي في المدارس وفي الجامعات على جميع المستويات ولجميع الأعمار. الحقيقة إحنا النهاردة في مدرسة تحيا مصر في مدينة الأسمرات، في الأسمرات مدينة تحيا مصر اللي إحنا بنينها عشان العشوائيات بتاع معالجة مشكلة العشوائيات. فإحنا النهاردة جايين نعمل توعية للأطفال اللي هم أول سنة، كتير منهم أول سنة يحضروا مدرسة، كتير منهم ما كانوش في مدارس قبل كده. البرنامج بتاعنا في المدارس عبارة عن توعية، بياخدوا محاضرة عن الفيروس سي، ايه الحاجات اللي بتنقل الفيروس سي، الفيروس سي ده بيجي فين؟ بيجي في الكبد، الكبد ده عضو عندنا، عضو مهم، ازاي ما ننقلش العدوى، ازاي العدوى ما تتنقلش، وازاي العدوى بتتنقل، يعني يعرفوا ان فرشة السنان بتنقل، ان مثلا العطس والكحة والحاجات دي ما بتنقلش. فطبعا اسلوب التدريب مختلف للاعمار المختلفه، يعني لما بحط كي جي 1 او بحط ثانيه او ثالثه ابتدائي لازم يكون في تفاعل في التدريب بالنسبه لهم، ان هم لازم ااكد عليهم المجموعه، يعني اقعد اقول لهم ها فرشه الاسنان بتنقل فيروس سي ولا لا، يردوا ومنهم يقولوا لا، لحد لما كلهم ياخدوا المعلومه الصحيحه بالنسبه لهم. بالنسبه للاعدادي عندهم نشاط ان هم بيحضروا التوعيه، وبعدين بيعملوا لوحات اضاحيه عن توعية للفيروس سي، بيحطوها في المدرسة وبيعملوها في البيت، بيعملوا حاجات كده. والأولاد برضو عندهم أنشطة، الصغيرين بيطلعوا عندهم ورق بيلونوا الحاجات اللي بتنقل فيروس سي والحاجات اللي ما بتنقلش فيروس سي، وبيعملوا لهم المدرسة بتوضح لهم إيه الحاجات اللي بتنقل والحاجات اللي ما بتنقلش لترسيخ المعلومة أكتر وأكتر.